جماعة كانوا رايحين مصيف، لكن طرق السيسي الحقيقة خليتهم لمكان تاني خالص بتفاصيل مقتضبة جدا. لقينا خبر النهاردة مفزع بيقول مصرع 7 وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية، بينهم 8 أطفال في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية. يعني لسه الحوادث بتاع الطرق شغالة زي النار، لدرجة الحوادث دي ما بترحمش لا فقير ولا غني. امبارح شفنا حادث الوزير الجديد هشام أمنة بتاع التنمية المحلية لما خبط في تريلا في النص، يعني دخل فيها رشق كده في النص، يعني دخل في الدبل الوراني في طريق العالمين، وطبعا ما حدش قال لنا مين كان غلطان. بس طبعا الوزير مش هيغلط، يعني الوزير ده خلاص بقى وزير مش هيغلط يعني، فتحبس السواق حبس. بص في الدبل الوراني اهو، دخل في الدبل الوراني. السائق المتهم بالتسبب في حادث وزير التنميه المحليه بطريق العالمين حبس، يحبس على ذمه انت هتودي الوزير في داهيه؟ ده اذا كمان لازم تكون عارف ان هو وزير بخلفيه لواء يعني. لكن بالحق الداخليه ما قالتلناش ايه ملابسات الحادث ده، وحبس السواق على طول ليه؟ طب ما تحبسوا السواق وسواق الوزير. لا ده اتحبس على طول السواق بتاع التريلا. في حد بيحكي نقلا عن شهود عيان قال البوست ده، خلينا نسمع البوست كده. بيقول نقلا عن شهود عيان كيف وقع حادث تصادم سياره وزير التنميه المحليه. كان هشام امنه وزير التنميه المحليه في طريق للعالمين، رايح بقى اجتماع مجلس الحكومه الجديد، يرافقه موكب كما هي العاده في بلادنا عند الكيلو 60 في طريق العالمين. كانت في سياره نقل بمقطوره في نفس الاتجاه وتسبق الموكب. أراد السائق الدوران للاتجاه المضاد من فتحة موجودة في الحاجز الخرساني بين الاتجاهين تؤدي إلى طريق فرعي لإحدى شركات البترول، والدوران ممنوع في المكان ده. سائق النقل انحرف أقصى اليمين كي يستدير على واسع، ويبدو أنه طلع أو طالع الطريق وظن أنه كانت حالته تسمح له بقطع الدوران للاتجاه المضاد. بطبيعه الحال بيكون موكب الوزير مسموح له بتجاوز السرعه القانونيه، سرعه مين؟ يعني هو ده هيوقفه الرادار؟ مش معقول يعني. ومن ثم فان سياره الوزير مرسيدس ايه، واخرى تويوتا فرنتشر دفع رباعي، وثالثه وكلتاهما تحمل مرافقين للوزير هشام امنه. واصطدمت السيارات الثلاثه بالسياره النقل بالمقطوره بينما كانت تقطع الطريق عرضيه للدوران، وهو ما أسفر عن إصابة الوزير وستة من مرافقيه بإصابات متباينة. قام السائق بتسليم نفسه لشرطة العالمين. ده بص الدبل إيه، ربنا يستر على الناس اللي كانوا جوه العربية دي. كان معاه ثلاث عربيات، كان معاه ثلاث عربيات صبع 145، حتى الكوكا كول بيبسي عيني ما لحقوش يشربوه. ما علينا يعني، سيادة الفريق أول اللوزعي أبو أفكار عبقرية نيرة في كيفية لم الفلوس كشف حاجة كمان في الحادثة دي، نسمعه كده. ولكن الحادثة واضحة، العربية قطعت الطريق بالعرض، يعني الأرض العربية كانت راح تلف من فتحة غير مخططة ومن مكان غير معدل ذلك. يعني ده النصيب، وده ببساطة خالص، وإن شاء الله بإذن الله إحنا لما نخلص الطريق زي ما حضرتك شفت إمبارح وكنت مشرفنا وكنت مع رئيس هيئة الطرق، إن شاء الله كل الكلام ده بإذن الله هنحد، إحنا ما قلناش مش هنمنع الحوادث بالكامل، هنحد من الحوادث. لف من فتحة أنتوا مش مجهزينها، وفي الآخر بتقول لما يخلص. طب حبست الراجل ليه؟ حبست السواق ليه؟ ما دام الطريق اصلا انت بتقول مش مجهز لسه بيخلص. يعني الطريق السواق ملوش دعوه، ملوش ذنب، الطريق ما خلصش. والفلوس اللي بتتصرف زي الانهار دي على الطرق مش بيجيب نتيجه ليه؟ ما البرلمان بتاعكم يسال، يعني نائب بيسال، هو رغم كفاءه الطريق نائب يتسال عن اسباب ازاي؟ يا راجل استاذ مجدي الوليلي، يا راجل حرام عليك. ولسه كان في خبر ارتفاع اعداد الضحايا الطرق برغم تطويرها اهو. المشكله انك انت مش تعرف، لانه يعني كامل وزير مش هيعرف يبرر كوارث طرق اطلاقا، زي ما بيقعد يبرر برضه حوادث السكه الحديد.
بيقول لك ايه بقى؟ لدينا 42,000 موظف بالسكه الحديديه ومش محتاجين غير 20 منهم. يعني في دايما اخوان بيبوظوا الدنيا، بيسرقوا الاشارات، بيبوظوا السكه الحديد. وقد يكون على فكره سواء النقل اخواني، يعني ممكن يطلعوا يقول لك سواء النقل اخواني وكان قاصد يضرب الوزير، لكن سواء الوزير ما غلطش. طب سواء الوزير ما غلطش وبتاع النقل ما غلطش لان الطريق ما خلص، تحبسوا الوزير السواء ليه؟ ولما الطريق ما خلص، لما الطريق ما خلص بتمشوا الناس عليه ليه؟ عشان تموت. ولما الطريق ما خلص ما بتوقفوش عليه خدمات ليه؟ عشان الناس، لانه الطريق ما خلص يعني زرمبيح بقى حاصل، يعني مولد سيدك الدعكي، كل واحد ماشي في اي حته، ما هو ما خلص لا عليه اشارات ولا عليه طب يتوقف عليه خدمات، ما خلاص ما وقفتش عليه حاجه، يبقى ما تحبسنيش، تحبس سواء واحد ماشي على طريق مش باين له معالم ولسه ما خلص.